ولكن هلا رح نحكي عن شيء تاني، رح نحكي عن المحروقات مع ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شعرة. صباح الخير أستاذ فادي. صباح النور لكم ولكل المشاهدين، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. حضرتك ممثل نقابة موزعي المحروقات، عن هذا الموضوع رح نحكي بظل ما يحدث بلبنان. مثل ما قلت بمقدمتي، صعوبات بشتى الميادين، بالميادين الطبية، بميادين النازحين، بالجبهة. يعني نحن على كل حال بحرب، ما بده حدا يفسرها ولا يجزأها ويشخصها. أكثر شيء بخوف الناس فكرة المحروقات، ماذا سيحدث؟ رح يضل في بنزين، رح يضل في بنزوت، رح تضل الأمور ماشية بهذا المطرح. فبدنا منك شوية توضيحات وتطمينات، إذا أصلا فيك تطمننا، يعني شو وضعكم بهذا المطرح؟ نحن قلنا بالسابق لحديت اليوم البضاعة متوفرة وما عنا أي مشكلة، لأنه البواخر بعد عبر البحر عم توصل. شركات المستوردة عندهم كميات كافية، ونحن بدورنا كموزعين عم نوصل الكميات محل ما بنقدر توصل الصهاريج على المناطق اليوم المفتوحة. كلنا بنعرف المناطق بنقدر نوصل اليوم بالجنوب، ما حدا بيقدر يوصل، كلنا بنعرف بالبقاع عم تقدر توصل الصهاريج على بعض المناطق، بجبل لبنان ما في اي مشكله، بالشمال كذلك الامر. يعني اللي عم نقدر اليوم بقطاع النفط اللي عم بيصير، البضاعه عم بتوفري، المواطن اكيد المواطن قلقان، المواطن عايش بقلق وبخوف بظل هالاوضاع الصعبه اللي عم بيمرق فيها بلدنا الحبيب لبنان. لا حول ولا، هذا الموضوع بالسياسي، نحن بموضوع الاقتصاد وموضوع المحروقات لحديت اليوم مأمن. نعم نعم، حتى لو أي شيء بيصير طوارئ أستاذ فادي، بالنسبة لحصار معين أو ممنوعات، ممنوع تسكير برك البور أو أي شيء ممكن يأثر، يعني عندكم ادخار بهذا المطرح؟ لا إن شاء الله. هيدا احتمال سيء يعني، بس إنه ممكن، لأن بالحروب يعني بتصير هيدي الأمور. بصراحة من سنة لليوم، من وقت اللي بلشت الأحداث، ما كان حدا متوقع رح نوصل للي وصلنا له. هلا شو بده يصير بالمستقبل ما حدا بيعرف. نحن منقول لحديت اليوم البضاعة متوفرة، شو عم بيصير تطورات هيدي الزعمة بالعالم ما بتعرف شو عم بيصير، يمكن عم بتعرف بس نحن على الأرض ما عارفين شو بده يصير بالمستقبل. بس قد ايه بكفوكم اللي عندكم استثمار؟ منو بلد منتج، نحن نستورد المحروقات صح، مثل يعني المواد الغذائيه، كل شيء بيرجع حسب الطلب، لانه ما فينا ما بنعرف شو بده يكون في طلبات على هذا الموضوع. اليوم نحن همنا الاول والاخير بماده المازوت، المستشفيات كلها عم بيكون في تنسيق بيننا وبين نقيب المستشفيات، عم بيضل في عندهم مخزون كافي، كذلك الامر معامل الاكسجين، الاتصالات عم بيضل عندهم ماده المازوت بس لقد ايه بتكفي، لا سمح الله صار حصار وان شاء الله ما بيصير يا رب. هذا الشيء يعني بنتركه للمستقبل، ما بنقدر نحن نعرف قد ايه الكميات، قد ايه الفتره اللي بتقدر تضايق فيها. هيدا المخزون اللي انتم عندكم اياه، يعني اللي مش موزع على المحطات ولا على يعني اذا بدك البيوت ولا على مراكز المدارس بركي كمان اللي بتستعملوا المازوت، انتم اللي عندكم كمؤسسه بتكفي هذا المخزون؟ بكفي خاصه فايتين على شتاء هلا، فايتين على عند الشركات، مش عندنا نحن، عند الشركات المستورده حسب ما اليوم الشركات والارقام اللي عندها بيكفي لمده شهر. نعم لمده شهر، هذه مده مش طويلة صح؟ تعد؟ ما نحن بلبنان ما عنا مخزون كافي، لأنه اليوم مهما يكون عندك مخزون وما في عندك إنتاج، بالنهاية رح يفضل مخزون. نعم. كمان سؤال، بنعرف إنه نحن أقبلنا على فصل الشتاء وبلشت البرد على كل حال بشتى المناطق. وبنعرف انه كمان بكثير مدارس او مراكز ايواء بالجبال وبالمناطق اللي فيها برد رح يعوزوا بركي مازوت للتدفئه، ليامنوا
ما بعرف صوبيات او الى اخره، يعني طرق للتدفئه بحاجه لمازوت. حضرتكم رح تامنوا هذا الشيء للمدارس بالتعاون مع اللجنه المسؤوله عن هذا الموضوع من قبل الحكومه، من قبل دوله الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومه مشكور، صار عده اتصالات وصار عده تنسيق بهذا الموضوع، عم بيعملوا اتصالات كثير كبيره، مشكورين وواجباتهم بالنهايه اتجاه اهلنا ومين قلنا اللي اجوا من الجنوب ولا من القيا على بعض المناطق. أيه. اليوم الصليب الاحمر مشكور، كذلك الامر صار في اتصال، حط بضاعه ببعض المحطات، امن بعض المستشفيات، بعض مراكز الصليب الاحمر. هذا الشيء يعني على طول الصليب الاحمر عنده غيره اتجاه المواطن، مشكورين. هلا موضوع اللجنه وموضوع الحكومه ووزاره التربيه، هذا الموضوع هن بيقرروا، عم يندرس هذا الموضوع. يعني بتعرفي انت في ثانويات في مدارس فيها 20 غرفه، ال 20 غرفه رح يتقدم لها كميه من المازوت غير اللي في عندهم 10 غرف. هذا الموضوع كله موضوع بحس عم تشتغل عليه الحكومه، وان شاء الله باقرب وقت بيكون في نتيجه بهذا الموضوع. برايك نعم، برايك استاذنا الحكومه عم تعمل واجباتها بهذا المطرح كامله، ولا في شيء على بالك تقوله؟ يعني في تقصير معين؟ لانه في تقصير بكثير من النواحي. اللي عم تقدر عليه الحكومه عم تعمله بمحلات معينه كمان مشكورين. بعض يعني الاحزاب مثل عندنا بمنطقه الجبل مشكور الزعيم وليد بيك جنبلاط عم بيقوم بواجباته اكثر، كذلك الامر من مع اهلنا جايين من الجنوب بموضوع المازوت او موضوع الاكل او موضوع الشرب عم بيقوموا كثير بواجباتهم. ببعض المناطق كذلك الامر بالشمال او ببيروت في كثير جمعيات عم تشتغل على هذا الموضوع، مش بس تركين الموضوع للحكومه. ونحن بنعرف شو عم بيصير وشو عم بيصير اتصالات. يعني هذا اليوم الوضع اللي نحن عايشين فيه، الانسان خي الانسان، شوف نقدر نعمل رح نعمل وما رح نقصر اتجاه المواطنين. نعم، كمان سؤال هيك بيطرح حاله على ربما المشاهد اللي عم يشوفنا هلا استاذنا، انه ممكن يغلى البنزين مثلا، يصير في غلاء او يصير في يعني الناس بتعرف بظل الحرب بضلها خايفانه، بضلها رايحه عم تعبي وعم تهول سياراتها او عم تعبي عم تخزن اذا بدك، او مازوت كمان عم تخزن، فممكن هيدا الشيء يعمل لغلاء هذه الماده؟ يعني من وقت وقع الحرب اسعار النفط عم تضل اسعار النفط عالميا بين $70 للبرميل و$80 لحد اليوم، ما عم بيكون في فارق كثير كبير، واسعار النفط عالميا هي اللي بتعكس على الاسعار المحليه بلبنان. لحد اليوم الاسعار مقبوله، برميل النفط يعني برميل المازوت بالاسواق المحليه دون $150 مقبول، وتنك البنزين كذلك الامر حسب سعره على الدولار بعده مقبول، لانه بالعالم بعد ما تغير اسعار النفط على ارتفاع كثير كبير او على انخفاض، عم بيكون في تراوح بين $70 و$80. هذا الشيء اللي بنتمناه، بس اذا تطورت الحرب بالعالم وطلع برميل النفط اكيد بده ينعكس على الاسواق المحليه. نحن بنحكي الامور بكل شفافيه ان شاء الله. نعم. طيب السؤال كمان، يعني في حدا هلا عم بيشوفنا وبعث لي اني اسالك هذا السؤال، رح اسالك اياه، انه عم بيقول انه ليه المخزون تبعكم بس بقد شهر طالما المرافق شغاله وما في حصار؟ يعني ليه بتقدروا بس تخزنوا لشهر مش اكثر؟ ما في مطارح نخزن فيها ولا شو؟ يعني بالنهايه المحروقات ما بتنحط بالبياره او بينعمل لها برك، في خزانات حسب قدره الاستيعاب عند شركات المستورده. اليوم بواخر بعدها عم تجي والشركات بعدها عندها بضاعه. وبرجع بأكد لك في خوف مش بس اليوم عند المواطنين، عند الشركات، عند أي مواطن عايش بهالبلد. طيب اليوم نحط ستوكات كتير كبيرة وصار في حرب، مين بيحمي هذه المنشآت؟ كمان ما نفكر بهذا الموضوع. كلنا بنتذكر يوم من شهر لما صار المشكلة كتير كبيرة بالجنوب، لما بلشوا ضرب بكل الضياع وصار في نزوح من الجنوب، ما كان في مخزون فايه بالمحطات بالجنوب، صار في ازمه، اذا لاحظنا هالشيء. يعني طلعت العالم من الجنوب لرجعت عبت بنزين ببعض المناطق لانه ما كان في مخزون كفايه، ما حدا بيسترجي او ما حدا بيضمن يحط كميات كبيره بالمحطات بظل الحرب. نعم،
طيب كمان من موقعك استاذ فادي، شو السيناريو المتوقع؟ يعني انت شو كيف تشوف الحاله بهذا المطرح؟ شو السيناريو اللي بتتوقعه بالايام اللي جايه؟ ولا كله رهن الحرب؟ بصراحه نعم، ما سمعت السؤال واضح. عم اقول لك من موقعك شو السيناريو المتوقع؟ ماذا تتوقع بظل ما يحدث؟ لا خلينا نتفائل، خلينا نتفائل، تدعو إلى التفاؤل يعني. نتوقع ونتمنى إنه يوصلوا لحل في وقت قريب، لأنه بالحرب كلنا خسرانين، بحكيكي بكل صراحة. نتمنى يكون في حل قريب، لأنه ما بقى ناقص المواطن أعباء أكثر من الأعباء اللي عم يتحملها هالفترة الطويلة. بكفي لبنان، مرقنا بأزمة مالية، مرقنا بإفلاس، وإجينا هلأ موضوع الحرب، وعم يتحمل المواطن اللبناني فدائي بكل معنى الكلمة، والله يحمي لبنان. نعم، بتنصح المواطنين أستاذ فادي أبو شقرة، بتنصحهم يمونوا؟ يعني يمونوا مش مونة، يمونوا محروقات؟ بتنصحهم يعني يخبوا، يعبوا يخزنوا يعني إذا بدك؟ عم يعبوا مادة الديزل، مادة المازوت لفصل الشتاء، كل العالم بتعبي وبتتمول عادة هيك، بس لازم نعمل شيء أكتر؟ لا لا لا، مش بحاجة، إن شاء الله نكون مش بحاجة. ومادة البنزين ما يخزنوا ولا، لأنه مادة البنزين هي بالنهاية بالبيوت، ما لازم يكون في بنزين إلا بالسيارات، وإذا لا سمح الله تطورت الأمور أكثر من هيك، وما نستعمل بنزين وما نروح، ما نحن اليوم كلنا بنعرف إنه المناطق معظمها اليوم ما بيكون فيها حركة، ونازل المبيعات بلبنان مادة البنزين 50%، هذا الشيء قلناه بالإعلام. نعم. إنه في تراجع بالمبيعات، لأنه الجنوب ما في حركة، البقاع ما فيها حركة، والمواطنين اللي عايشين اليوم ببيروت أو الجبل ما عم بيكون في تحرك كتير كبير، لأنه دوائر الدولة كلها اليوم شبه مشلولة، ما في حركة بالبلد. نعم، بالرغم من كل إذا بدك العجقة والازدحام اللي صار بالمدينة، إن كان يعني بشتى شوارعها إذا بدك، بشارع الحمراء، مناطق عديدة صار في كتير ازدحام، بس مثل ما عم تقول كأنه المشهد بيقول إنه الناس ما عم تمشي كتير بسياراتها. هذا العشقة ببيروت وبالمدن، فما في صرف، ما في مصروف كتير، سبب النزوع. ما فينا نقول في عشقة اليوم على طريق جوني، أكيد، لأنه العالم ببيروت مرة تطلع على جوني، بتطلع على الضيعة اللي هي قاعدة فيه، بس في عندك مناطق مشلولة كليا اليوم. مين عم بيطلع على منطقة البقيع؟ مين عم بيطلع على الجنوب؟ كل العالم اليوم ما عم تقدر تتحرك. نعم نعم نعم، على كل حال شكرا جزيلا لك، وشكرا على الأمل اللي أعطيتنا إياه وعلى التفاؤل. نحن بالنسبة لنا كموزعي محروقات وكأصحاب محطات وكزميلنا أمين السر حسن جعفر، نحن بنرجع بنأكد لك، عم نتابع الأمور بكل دقة، ويوميا عم بيكون في عنا اتصالات، وعم نكون بجنب المواطن. هذا الشيء اللي بنقدر نعمله واللي بنقدر له عم نعمله إن شاء الله. نعم، يعطيكم ألف عافية، تحياتنا للجميع. عندك ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.